الذي لم يكن موجودا على دكة الاحتياط ولا ضمن الأساسيين في المباراة بالطبع هو قائد الفريق الرمز والذي سيرفع، وميسي موجود بالطبع وغدا سيكون هنا في العاصمة القطرية الدوحة. بالطبع أتحول إلى علي سعيد الكعبي ومراسم تتويج فريق برشلونة، إليك. نعم زميلي خالد ياسين، أجواء فرح، وكما يعني يعلم الكل فإن برشلونة صار لأيام وهو سعيد أيام وهو يحتفل في المدينة في شوارع المدينة. آلاف خرجت من المنازل، كانت قريبة من الحافلة التي كانت تقل بطل إسبانيا للمرة 22. وهنا طبعا تيتو فيلانوفا المدرب مع بيدرو، ابتسامات تعلو الوجوه الآن في مدرجات الكامب نو، وستبدأ بعد قليل طبعا مراسم تتويج. شوف بويل موجود، طبعا بويل غايب عن مباراة اليوم لكنه حاضر لأن يرفع كاس الدوري كاس الليغا، وسيكون رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السيد أنخيل ماريا فيلار هو الحاضر. شوف أجواء احتفالية كبيرة. نعم ميسي موجود، ميسي موجود بعد المباراة، ميسي إلى العاصمة القطرية الدوحة. لكن لدينا الآن هذا وكأس دوري وبطولة أخرى هي 22، الأولى عام 1929 1945 1948 1949 1952 53 59 60 74 85 91 92 93 94 98 99 2005 2006 2009 2010 2011 والآن 2013 كأس الليغا ترفع. الله 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 على هذه الصورة. برشلونة المبادئ، برشلونة القيم، برشلونة يحتفل هذه الأمسية السعيدة في هذه المناسبة الكبيرة في الكامب نو، يحتفل البرسا لاعبيه مدربيه جمهوره عشاقه في معقل الكبير ببطولة أخرى ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، هي 72 في مشوار برشلونة عبر كل التاريخ. لكن اللقطة التي جاء فيها بويول وطلب من أبيدال وطلب من المدرب تيتو فيلانوفا أن يرفع كأس الليغا الإسبانية، يا لها من لقطة تقدم الكثير وتثبت مرة أخرى أن برشلونة ليس مجرد فريق يلعب البطولات أو يلعب كرة قدم ويحقق البطولات، بل إنه مدرسة في عالم يجب أن يتعلم كيف يكون التقدير وكيف تكون المشاعر الإنسانية بهذه الصورة الراقية. ميسي من برشلونة إلى العاصمة القطرية الدوحة، والاحتفالات ستبدأ والأيام الحلوة ربما تكون في هذه الليلة. بعد ذلك برشلونة يفكر في العام القادم، العام الذي فيه الكثير من التحديات.